إلى باريس هذه المرة مباشرة وإلى الدكتور هيثم مناع. دكتور هيثم، طبعا أتوجه إليك الآن ليس بصفتك المعارض رئيس هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في المهجر، لكن بصفتك الآن أحد حامي يعني القانون الإنساني والحريات على مستوى العالم. جرائم حرب بالصورة والصوت عرضت على مواقع الإنترنت، أظهرت جنودا يتعرضون للتعذيب والقتل بالرصاص، وقد أذنتها كما ذكرنا المفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية. ماذا يمثل هذا المشهد لك الآن بعيدا كما قلنا عن موقعك كمعارض، ماذا يمثل في القتال الدائر في سوريا حاليا؟ تفضل. منذ اليوم الأول، منذ 18 آذار 2011، كنا مصرين على أن لا يتم لا تهميش ولا إبعاد ملف الجرائم الجسيمة، جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الأحداث في سوريا، لأن المواجهات بالتأكيد كانت تصنف في حيز ما يسمى بالجرائم ضد الإنسانية بسبب عدم التناسب بين استعمال القوة من أجهزة الأمن والجيش في مرحلة لاحقة وما بين المتظاهرين السلميين. إذن بدأنا بعدم إدخال، أولا أن لا يكون هناك مبالغة، أن لا يكون هناك تزوير، لابد من أن يكون هناك تدقيق ولا بد من أن يكون هناك توثيق، وهذه مسائل أساسية لأن عصر غياب المحاسبة قد انتهى. إذا كان القرن العشرين أصل لما يمكن تسميته نعم تأطير وتعريف الجرائم ضد الإنسانية، فهذا القرن يجب أن يكون قرن المحاسبة. من هنا قمنا بتشكيل عدة مجموعات وست جمعيات سورية لحقوق الإنسان تعمل منذ الشهرين الأوائل للتوثيق اليومي، وقدمت وثائق أساسية صدر عنها أكثر من تقرير معتمد عليها عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان. طيب، نحن الآن أمام هذا المشهد دكتور هيثم، طبعا ربما لديك الكثير حتى تقول، لكن فيما يتعلق بالمشهد الذي شاهده العالم بأجمعه، طبعا هذا الأمر يعني قد يقول البعض إنه من مصلحة النظام عندما تعرض مثل هذه الصور، وقد يقول البعض الآخر إنها من مصلحة المعارضة المسلحة، الجماعات المسلحة، فيه إظهار للقوة وأن استطاعت يعني أن تبيد الجنود وبالتالي تسيطر على المنطقة. الآن أمام هذا المشهد، كيف يمكن يعني مواجهة ملاحقة هذه الجماعات وفق القوانين الدولية التي ترعى مثل هذه الحالات؟ تفضل. أخي العزيز، منذ الحادثة التي تم فيها الاعتداء والقتل لجنود سوريين بعد تجريدهم واستسلامهم في جسر الشغور، كنت أول من اعتبر ذلك جريمة حرب. صحيح. ولا يمكن لأي ثوري يعتبر نفسه بأن الثورة بالأساس جاءت لكرامة الإنسان وحقوقه وحرياته أن يقبل بأن تحدث جرائم في صفوف الصف الذي ينتمي إليه ويسكت عنها، لأنه يكرر الأسلوب القديم والعهد القديم والنظام القديم. لذا نحن ليس فقط نستنكر وإنما نطالب بالمحاسبة في كل جريمة حرب ترتكب من أي طرف كان. نحن طالبنا بمحاسبة في كل قضايا الفساد في صفوف المعارضة، طالبنا بالمحاسبة في كل قضايا القتل خارج القضاء، طالبنا بمنع تشكيل ما يسمى بالمجالس الشرعية التي تحكم على الناس في الشارع وتقتلهم بنفس الطريقة التي كان يحكم على الناس في المحاكم الميدانية في عام 1980. نحن نعتبر بأن المناضل من أجل دولة قانون ديمقراطية مدنية لا يمكن أن يصمت أو أن يسكت عن أي جريمة ترتكب في صفوفه، لأن المثل ليست الشطارة بأنه فقط أنا أطالب بمحاكمة المجرمين في صفوف السلطة الدكتاتورية. واجبنا إذا كان في صفوفنا خلل أن نشير إليه بالبنان وأن نقول
هذا جريمة وهذا جريمة. طيب. وكلاهما جيد. جريمة بحق المجتمع والشعب السوري. على كل حال ما زلنا نتحدث عن هذه الجريمة الموصوفة كما قلنا بالصورة والصوت، ومنظمة العفو الدولية تقول نحن نجري التحقيقات وواهم من يعتقد أنه سيكون خارج المحاسبة والملاحقة. اسمح لي أتحول إلى القاهرة قبل يعني الانتقال إلى دمشق، أترك الدكتور حيان للآخر. دكتور عبد الله أشعل نرحب بك، واستكمالا لما بدأناه مع الدكتور هيثم، الجريمة التي نتحدث عنها الآن والتي وضعت في خانة جريمة حرب، يعني هي في سلسلة عمليات إعدام موثقة دون محاكمات من جانب الجماعات المسلحة. ربما هناك من يقول طبعا من أوساط المعارضة أن حالات مماثلة ربما أيضا يعني تم ارتكابها من جانب القوات الحكومية وبحسب تقارير منظمة دولية. لكن الآن الجريمة التي نتحدث عنها، هل يمكن أن تخدم قوى المعارضة التي تقول إنها تواجه النظام بكل ما تملك وربما من بين ما تملك هذا الأسلوب؟ ما ردك؟ لا، أنا أعتقد أنه الانتصار لا يكون مطلقا بارتكاب الجرائم، وإنما القضية الآن هي هل نحن نحتكم إلى السلاح أم نحتكم إلى الجرائم، يعني كمية الجرائم المرتكبة هي التي تحقق النصر وتحقق الغلبة، ولا الاحتكام إلى السلاح ومقدار السلاح الذي في يد أي طرف من الأطراف. أنا شخصيا ولا أزال أرى أن الساحة السورية والذين شجعوا على تسليح المعارضة منذ البداية أخطأوا خطأ جسيما، وأدخلوا عنصر جديد في السياسات العربية لن تبرأ منه دولة عربية بعد الآن. وفي نفس الوقت فأنا ضد أن يستخدم الجيش النظامي أو القوات النظامية القوة المفرطة ضد المدنيين العزل. إذن القضية في نظري هي أنه منذ البداية كان يمكن أن نتفادى كل هذه الجرائم، ولكن الآن نحن وصلنا إلى مرحلة يتبارى فيها الطرفان في ارتكاب الجرائم. القضية النهاردة عندما تقوم المجموعات المسلحة بقتل جنود رسميين تم استسلامهم لها فهي التعريف القانوني أنها جريمة حرب، لا شك في هذا. لكن القضية إيه؟ هي أكبر جريمة الحرب فيما يتعلق بسياق الصراع الحاصل في سوريا الآن، لأنه الهدف من هذا الصراع في نهاية المطاف والقضاء على الجيش السوري. طيب. والقضاء على الجيش السوري وفي نفس الوقت أن تكون سوريا معركة. يعني تتحدث دكتور عبد الله تتحدث هنا عن مشروع يتجاوز الجماعات المسلحة، خصوصا أنا قلت أن هذه المسألة تتعلق بالدول التي تساهم وساهمت بموضوع المال والسلاح. وهل تعتقد أن المحاسبة يجب أن تطال هذه الأطراف تحديدا؟ المحاسبة يجب أن تطال الفاعل المباشر والمحرض والممد بالسلاح والذي خطط لهذا النوع من العمليات، على أساس أنها مسألة تعتبر جزء من استراتيجية المسلحين داخل سوريا. نعم. أتحول إلى دمشق الآن ولا الدكتور حيان سلمان. دكتور حيان نحييك معنا ونبدأ أيضا معك من حيث انتهينا مع الدكتور الأشعل. نتحدث عن تصفية 28 جنديا في سراقب، طبعا انسحب منها الجيش السوري على ما يبدو خصوصا في هذه المنطقة التي تمت فيها هذه الإعدامات. كان هناك محاولات في سياق طبعا ما نتحدث عنه من عمليات أمن ومواجهات على مطار تفتناز العسكري جنوب غرب حلب، لكن يعني باءت العملية بالفشل. هل سنكون أمام مشهد مماثل دكتور حيان بعد يعني هذا المشهد الذي ندل عليه الآن؟ هل بالقتل والتصفية وجرائم الحرب يعني تريد المعارضة أن تربح معركتها برأيك؟ تفضل. بداية تحياتي لك أستاذ فؤاد ولضيفيك الكريمين ولكل المشاهدين. قناعتي وعلى شاشتكم يجب أن نكون أكثر صراحة وأن نسمي الأشياء بمسمياتها. تفضل. هذه هي طبيعتهم منذ وعد بلفور الذي يمر الآن في هذا اليوم 59 سنة ويوم واحد وقيام الكيان الصهيوني وتنظيم القاعدة المشجع له. هذه هي أعمالهم. هؤلاء الشهداء، وأبدأ بالرحمة للشهداء والتوسل لله بشفاء الجرحى وأطلاق سراح المختطفين، هذه الصور التي يندى لها الجبين العالمي.
هذه الصور التي أعتقد أنها أظهرتهم على حقيقتهم وأظهرت بين قوسين أو مزدوجتين اللطف الإنساني والإسلامي الذي تدعيه مشيخة قطر وآل سعود والسياسي الأردوغانية والعطف الأمريكي والإسرائيلي والصهيوني وتنظيم القاعدة. نعم العالم بأكمله شاهد هذه المجزرة المقرفة، هذه المجزرة التي لن تزيد الشعب السوري والجيش السوري الرائع وقوات حفظ النظام إلا سيرا نحو الأمام لإكمال المسيرة الإصلاحية على هذه الأرض الطاهرة التي تصنع نظام عالمي جديد ونظام عربي جديد. أنا أقول بدأت الأعمال الإجرامية لهذه العصابات صدقني ومنذ اليوم الأول لانطلاقة ما يدعى بين قوسين الربيع العربي وما هو إلا خريف عربي. وأنا أقدر الحقيقة لضيفك من القاهرة، يعني الآن بغض النظر عن التصنيفات دكتور حيان فيما يتعلق بالانتفاضات أو يعني الثورات التي حصلت، نحن نحصر اهتمامنا بسوريا وما يحدث فيها الآن، يعني حتى نتبين حقيقة المراحل اللاحقة وحتى لا نبقى في إطار المشهد الذي يعني نعلق عليه اليوم. تفضل على كل حال. تفضل. ما ظهر ليس سوى جزء قليل من الأعمال الإجرامية، وأنا أتكلم من قلب دمشق. ما ظهر ليس سوى نزر يسير من أعمالهم، سواء بالقتل أم الخطف أم الحرق أم التدمير. هذه هي طبيعتهم، هذا هو ارتباطهم، هذه هي الرسائل التي يوجهونها لأسيادهم في الخارج، هذا هو منطقهم الدموي لا أكثر. ولو أرادت الدولة السورية التعامل مع الفعل بردة فعل لما بقيوا سنة وأكثر من 7 أشهر وهم يعيثون فسادا في الأرض السورية، لكن هناك الحكمة، حكمة الدولة، حكمة القيادة بإجراء عمليات جراحية دقيقة جدا بالإشارة إلى أن القسم الأكبر مما هو على الأرض السورية من خارج سوريا من الشيشان وباكستان والسعودية وغيرها وغيرها. والآن بدأنا نتلمس. يعني على كل حال إذا كان لديك من ملاحظة حتى تنهيها، لكن البعض كما ذكرت الآن يتخوف من أن ردة الفعل ربما تكون مماثلة لما شاهدناه اليوم، وبالتالي تقع السلطة في مطب ما وقع فيه هذه الجماعة. لا 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 خوف. نعم. لا أرجوك. تفضل. أرجوك. أرجوك أنا دقيق في أرجوك أستاذ فؤاد. تفضل. تفضل. حتى لا تختلط المصطلحات. أنا أقول الدولة السورية وليس النظام، وأقول القيادة وليست السلطة. هؤلاء مجرمين أتوا من خارج الدولة السورية للإطاحة بمنظومة بأكملها، منظومة مقاومة. بقناعتي كمحلل سياسي يجب أن يتم التعامل معهم بنفس المنطق، وخاصة مما أتى من الخارج وهو متوهم بأنه يقاتل في إسرائيل، وهو متوهم بأنه لا يقاتل على الأرض السورية. هؤلاء مجرمون، وما هذا المطر إلا من ذاك الغيم. طيب أنا اسمح لي، الفكرة توضحت، الفكرة توضحت، لكن أبقى لي يعني أعود لأقول أن هناك من يتخوف أن تتعامل الدولة مع هذه الجماعات بالمنطق ذاته أو بالوسائل ذاتها التي استخدموها من خلال التصفية الجسدية لهذه العناصر النظامية كما حصل. لكن اسمح لي الآن أعود إلى متابعة الموقف الدولي منها، وخصوصا على مستوى المنظمات لحقوق الإنسان. دكتور هيثم أعود إليك. الأمم المتحدة عندما تعتبر في بيانها من أنه يجب ألا يكون هناك وهم لدى أي طرف حول محاكمة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، ويبدو يعني برأي طبعا المنظمة أن هذه الجماعات أظهرت تجاهلا للقانون الإنساني قبل الدولي، هل هذا يضع مسؤولية كبرى على عاتق من يزود هذه الجماعات بالمال والسلاح؟ نتحدث بصراحة وأنت معروف بصراحتك، هل يمكن أن تصل المحاسبة، أن يصل التحقيق إلى الجماعات المباشرة المعنية بشكل مباشر عن هذه الجماعات التي ارتكبت هذه الفعلة؟ تفضل. بالمعنى القانوني، والدكتور الأشعل أقدر مني على الحديث في الموضوع، بالمعنى القانوني للأسف المحكمة الجنائية الدولية ومعظم المحاكم الجنائية في العالم تعتمد تشخيص الجريمة. نعم. يعني بمعنى أن مرتكب الجريمة يحاسب عليها، ولا يوجد حتى اليوم ما يتعلق بالدول تحديدا. الدول قامت بحماية نفسها
في ما يسمى بميثاق ميثاق روما عفوا، نعم، لعام 1998. لكن هناك وسائل عديدة في الاختصاص الجنائي العالمي والعرف الدولي تعطي صلاحيات لمحاسبة من هو خلف عبر حكومات وغير ذلك. رأينا أكثر مثل من مثل في التاريخ، ولكن تطلب ذلك بالفعل مثل ما بيقولوا إجماعا واسعا، و يعني حركة كبيرة من أجل المحاسبة في قضايا من هو خلف. لكن أنا بحب أقول كلمة فقط، تفضل. أن ما حدث نحن ليس فقط نخاف من ردود الفعل، هو بحد ذاته رد فعل. يعني نحن تم ارتكاب جرائم بحق المجتمع والناس، خلقت حالة توحش. السلطة أعطت أسوأ ما عندها ودفعت المجتمع إلى إعطاء أسوأ ما عنده. ونحن لما دخلنا في دوامة العنف هذا أصبح من الطبيعي بين قوسين، يعني لأنه ما ممكن القتل يكون طبيعي، أصبح من الطبيعي توجه الناس نحو اختراقات، نحو القول العين بالعين والسن بالسن. حتى أن بعض الكتاب يعني اللي عندهم كتب وكانوا يدرسوا في جامعة أصبحوا يكتبون بأننا نريد العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم. طيب يعني ربما يكون هذا الكلام مبررا دكتور هيثم، ربما يكون مبررا للسوريين. لا مبرر، عفوا أنت لا تبرر، لكن عفواً. أنت تقول السن بالسن والعين بالعين، ربما هذه المسألة تكون مبررة للسوريين، عفواً. لكن من جاء من الخارج، أنا أقول بأن الوضع تفضل دفع الناس إلى اعتبار العنف هو الحل. أي ناس دكتور هيثم؟ يعني حتى نحدد المسألة معك أيضا، عن أي ناس نتحدث؟ نتحدث عن السوريين أم نتحدث عن الشيشانيين طبعاً. ونتحدث عن التونسيين والليبيين والأتراك؟ عفواً. عن أي ناس نتحدث؟ عفوا تفضل. عفوا للأسف أقولها حتى اليوم وبكررها دائما، وشفت امبارح مسؤول أمريكي رفيع يتابع الملف السوري قلت له نفس الجملة. هناك من يظن أنهم يتخلصون من هؤلاء بإرسالهم إلى سوريا، وبيقولوا هالجملة وكأنه يعني الجندي السوري مش مشكلة إذا مات 4 سوريين مقابل 1 من هؤلاء، لكن بالحالتين هم كسبانين. هذه النظرة التدميرية للوضع في سوريا على كل سوري أن يفتح عينيه عليها، لأننا كلنا ضحايا. لم يعد هناك، حتى الجزار اليوم ضحية، نعم، بسبب كوننا صرنا موضوع تحطم وتمزق مقبول عالميا. هناك من يقول بكل بساطة من الأفضل أن يكونوا في الصف الأول هؤلاء الأجانب، وقيلت الجملة بشكل يثير الإشمئزاز. نعم. إذا كانوا بالصف الأول ممكن الجيش الحر يحافظ على بعض كوادره. وسمعناها من أطراف معنية ومجاورة لسوريا. طيب. فهناك أشياء تؤلم كثيرا عندما نسمع كيف تم وصار الحديث عن المجتمع السوري والمستقبل السوري. هنا أنا يعني بشعر بالألم أنه بعد لحد اليوم ما زال هناك من يعتقد بأن التحريض على العنف والمسيرة العنفية يمكن أن تكون مجدية بأي شكل من جيد. الأشكال. دكتور عبد الله، نحن نعيش حالة تحطم فكرة مجتمعي كاملة. نعم. دكتور عبد الله، فيما سمعنا الآن وطبعا حسب التقارير الواردة تتحدث عن جماعات جاءت من الخارج، ربما ذكرنا البعض من جنسياتها، ربما هناك جنسيات أكثر من ذلك، لكن عندما يكون هؤلاء في الصف الأول ويرتكبون ما يرتكبونه من مجازر بحق جيش نظامي وقوات يعني حكومية، كيف تنظر إلى هذا المشهد يعني، وخصوصا أن الحرب على ما يبدو طويلة؟ تفضل. هو أنا بصلها نظرتين. النظرة الأولى، ما هي مصلحة هؤلاء في مقاتلة الجيش السوري؟ هل لكي يكون هناك لهم مكان في النظام الجديد، أم أن هناك بعدا أيديولوجيا دينيا تم اختراعه في هذه المسألة، وأن هناك عناصر تنتمي إلى التيار الإسلامي تقوم بهذه المهمة؟ وأنا دائما أقول أن هذا التيار الذي ظهر حديثا في السياسات العربية ليس له بعد استراتيجي مطلق، وأنا أرى أنه ما يحدث في سوريا من ناحية سياسية
هو عبارة عن محرقة لجميع القوى التي تعادي إسرائيل، وأن إسرائيل سعيدة جدا بهذا، وأن الشعب السوري والوطن السوري يدفعان في النهاية ثمن هذه الملهاة العابثة التي تحدث في سوريا. وكان رأيي دائما أن مصر الجديدة التي قامت بعد أن رهن مبارك مستقبل العالم العربي كله 30 عاما، كان يجب أن تكون مصر حاضنة للنظام والمعارضة وكل طائف الشعب السوري معنا. على كل حال يعني هذا ما كان يتمناه كثيرون معك دكتور عبد الله، لكن حتى الآن من الناحية القانونية. طيب أنا بس على الأستاذ سأتابع معك هذه النقطة، لكن بعد التوقف عند